اولا ميري كريسموس، كل سنه وانتم طيبين. الليله دي جولتنا هتكون في حي شبرا الشهير. سنويا شبرا بتحتفل بالكريسماس في الشوارع الرئيسيه بالانوار المفرحه دي، سواء على البيوت او على المحلات، من فتره ديسمبر لغايه 7 يناير. واحد من اقدم احياء القاهره، شبرا فيها اكبر التجمعات المسيحيه في العاصمه، وعلشان كده انت ممكن تشعر بروح الكريسماس الحقيقيه بطريقه طبيعي اكتر من اي مكان تاني في القاهره او الجيزه. احنا حاليا في شارع الترع البلاقيه اللي في اخره عندنا السوق الموسمي لزينه الكريسماس، وعلشان دي شبرا هي شارع زحمه قوي علشان المحلات والزباين وشجر الكريسماس كمان. وشجر الكريسماس الكبير المبهج دوت جذب الاطفال وكمان عائلاتهم طبعا وموبايلاتهم علشان يصوروا شجر الكريسماس والانوار بتاعته. هما جزء من الزينه او الديكوريشنز اللي بتتعمل من المحلات في الشارع، وعلى راسها محل اسمه سان ابرام. احنا هنرجع تاني للشجره، بس الاول هنروح في جوله نشوف المحلات وزينه الكريسماس. هنا ممكن تلاقي في الشارع كل حاجة انت محتاجها من زينة الكريسماس ورأس السنة. انا لا اعلم متى بدأت المحلات دي في نشاطها في بيع منتجات الكريسماس، بس من اللي فهمته انها بدأت من فترة طويلة وبقت تجارة ناجحة، مش بس في شارع الترع البلاقية لكن في شوارع تانية في شبرا زي شارع الفلوسي. بس الترع البلاقية هو الاشهر بسبب شجر الكريسماس. احنا هنا في محل سان ابرام اللي عنده مجموعة كبيرة من كافة انواع زينة الكريسماس. محل سان ابرام بيبيع اصلا ملابس الكهنوت القبطي الارثوذكسي، لكنه مشهور ببيعه لزينه الكريسماس. المحل طبعا بيبيع زينه مستورده من الصين زي كور شجره الكريسماس اللي بتتباع بسعر بيبدا من 15 جنيه. واشجار الكريسماس دي مصنوعه في مصر يدويا وبيتراوح سعرها بين 150 ل 300 جنيه حسب الحجم، في حين سعر الغزلان الكريسماس المستورده بيتراوح بين 100 الى 400 جنيه. واكاليل الكريسماس دي هي وعرايس بابا نويل مصنوعه محليا زي شجر الكريسماس. وطبقا للبائعين، زينة الكريسماس ديت مصنوعة في مصر في ورش اللي بتبدأ في شغلها من بعد 7 يناير لأكتوبر من كل عام. ورجعنا لشجرة الكريسماس الكبيرة وكمان التماثيل بتاعة بابا نويل في محل سان أبرام العامل الجذب الرئيسي في الشارع، ومسلمين قبل مسيحيين بيجوا علشان يتصوروا مع أولادهم عند الشجر وكمان بيشتروا زينة. أمير غطاس صاحب المحل هو اللي صمم الشجر اللي في الشارع، ومنهم الشجرة الكبيرة اللي احنا شايفينها هنا. والشجرة دي هدية من النائب إيهاب التماوي لأعضاء دايرته في شبرا. وفي النهاية ماري كريسمس وعياد سعيدة. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشيروه، وشكرا جزيلا على وقتكم.